هذه الدورة الثانية لدوري رمضاني. هذه الدورة كتحمل اسم ديال واحد المناضل اللي هو السي داود أحيود، مناضل اللي عطى الشيء الكثير للقطاع ديال التجارة، اللي هذا غير واحد العرفان بسيط تجينا ليه، لأنه صراحة من المناضلين اللي عندهم الغيرة على هذا القطاع، هذا من المناضلين اللي كتلقاه دائما في الساحة. وهذا الاهداف ديال هذا الدوري هو انه نخلقوا هذا الجو العائلي ما بين التجار، ونخلقوا واحد الانسجام بين المكونات ديال القطاع ديالنا النقابي، وبين التجار، بين المجلس الاقليمي، بين يعني جميع المكونات ديال هذا القطاع هذا. والهدف الاخر من هذا الدوري هو اننا يعني نخلقوا واحد الجو للتجار فين يجيو، لانه من بين الشروط ديال المشاركه في هذا الدوري هو انه يعني ضروري تكون تاجر، يعني كتكون كتمارس المهنه ديال التجاره، اللي ما كاينش تمارسها راه ما يمكنش تلعب، لانه هذا هو الهدف ديالنا، اننا يعني نخرجوا التجار باش يلعبوا الكره حتى هما، يحتفلوا هما والعائلات ديالهم. كما شفتي راه كانوا عندنا يعني الاطفال الصغار كانوا درنا لهم مقابلات في هذا الدوري، والحمد لله انه الدوري كل عام غادي وكيتعرف غادي ولاو التجار كيتسناو بفارغ الصبر. هذا الموسم الثاني على التوالي اللي تنظموا فيه هذا الدوري هذا ديال التجار والمهنيين، اللي تنحاولوا من خلال هذا الدوري هذا نعطيو واحد النفس ديال التجار فين يفرغوا المواهب ديالهم ويخرجوا من المشاكل اليوميه ديال التجاره ديالهم والضغوطات ديال العمل. والحمد لله هذه المره الثانيه اللي شاركت عرفت مشاركه 8 ديال الفرق على صعيد الرباط، والاخوان المكتب الاقليمي ديال تماره كضيف شرف اللي تنشكروه على الروح الرياضيه ديالو، وهو اللي لعب المباراه النهائيه مع الاخوان ديالهم ديال المحيط العكاري ديال الجامع. الحمد لله الدوري داز في احسن ما يرام، في روح رياضيه، تلاقاو التجار هنايا مع العائلات ديالهم، وتنتمناو هذا الدوري هذا يكون واحد المبادره اللي تخلي الاخوان التجار يكونوا مجموعين ويكونوا متحدين باش يواجهوا التحديات ديالهم اللي تتواجههم في العمل ديالهم. كنشكر هذه اللجنه هذه وهذا الناس اللي حضروا كاملين، وكنشكر الناس ديال انا مرسموك اللي حضروا حتى هما الباو الدعوه ديال اللعابه ديالهم، والحمد لله ربي ما خيبناش هذه السنه الثانيه على التوالي باش خدينا الكاس، والحمد لله هذا شهر رمضان شهر الغفران وشهر المبارك، وكنفرحوا بالدراري هذو اللي كاملين اللي حضروا في هذا الدوري، الجمهور حتى هو والحكام، وكانت في المستوى الدوري كان في المستوى، والحمد لله كما وعدناهم ديما حنا الاولين دائما، وكنبقاو حنا ديما في الفريق ديالي كيلبي العوه ديال سميتو. مبروك الله يبارك فيك. لبيو سميتو ديالنا الدراري كاملين، وحتى هو التماره لعبوا مزيان. الله يبارك فيك، الله يحفظكم، الله يبارك فيك، الله يحفظكم. الحمد لله قدرنا نحققوا هذه البطوله بفضل جميع اللاعبين بالقتاليه ديالهم. انا فرحان بانني قدر نحقق افضل لاعب في هذه البطوله، وفي كفريق نحققوا سميتو اللقب. فرحان بهذا التويج هذا وبهذه الجائزه افضل لاعب في هذه البطوله، وفرحان بفوز الفريق ديالنا بهذه البطوله، والحمد لله. شكر جزيل لهذا سميتو الناس اللي منظمين هذا الدوري هذا بالنجاح، الحمد لله.